وانت تشتغل روح وحركهم. قبل تنهي وجوه هذه تتسلم عليك فيصل، تتصور مني الحين اشتهيت تلعب وشوفه ايش يسوي هو صاحب هذا تصيده صوفي نقرا مسجون يحس انه مسجون وعنتر خد سمي وعنتر بالسجن هذا لو شيء وجبته هو هذا الفوق عباره اليوم
صاروا أقل من خمس شهور. هذين توه كملوا خمس شهور. واللي يم الأصفر هذا من الأبيض؟ أيهم؟ الأبيض الرمادي. هذا أفهم. هذا الأبيض الرمادي هذا شنو؟ هذا عسلي قصدك أو ذهبي؟ نسمي ذهبي لون ذهبي. لا أنا أقول لي فوق هذا. أيهم؟ لا أقصد هذا يسمونه. ذهبي أبيض الرمادي. هذا الفلولة. فلولة. فلولة. هذا أيوة من الأيوان. بس طبعا الحين كل ميعين الاذكار بروح من تاي بروح على اساس انه نهيئهم حق الموسم يرتاحون موسم اول 11 نرد نحط لهم العشاش نعطيهم كذا ثبت الباب بالطريقه طبعا ثبت الباب شلون ثبت الباب؟ ما في الا فوق اي انا ساعه هذه الطريقه كيف طريق؟ طريق شلون مطويين؟ وايد. تمام. يعني هذا خلي بطلت كذا. أنا الإنسان مو محكوم كذي. بس تشتغل الأفكار. طبعاً عندنا بشكل وزنانة كويس ما هو اختيار. وزنانة إذا في أي ملاحظات بشكل يومي. على طول بزنانة اللي كمل تلقاه في الخيطات حاطه مش يلعب يبي ياوز هذا اللي تايت حتى يسووه هذا بالنسبة لي رونج شيب شلون اعرفهم ملاحظاتي البيضة اللي على اليسار ايه هذه الاحلى من هذه الربوع ايه تحتيها ايه هذه اختهم بس مطربشه الحين اوريك اياها يا ريت اذا تبي تصورها وهي تلعب تلعب خلها لا خلها روحها خلها اخر مثل ما حطها كذا هذه الله يسلمك اختها اختها بالضبط هذيك الذهبية أخت الذهبية البسكوتية أو الترابية أخت الترابية فمن كل شيء جاي حبتين خلاص تنظيف بدل ما تحط جرايد
يعني كالوريا تطلع عليك 20 دروس كل 500 5 دنانير من مطابع النظام صفحان طبعا بحجاب اللي تبي احجام صغيره كثير هذا احجام صغيره الحلي حسب الجوده اللي تبي حجم جدا رؤية ثقيلة أول شيء قياس من ثقيلة وخشنة ما هي مثل الاي فور اي فور راح تلقاها ناعمة هذه شو الكرتون سمك الزينة يسمونها تراب جزر الفلبين ناعم وتمام وفي الحجر الوردي هم ينطحن هذه أربع أصناف الحين مخلوطة أربع أصناف تشوف الرمادي والأبيض وبارخ الثاج ريحته حتى زفرة وأربع أنواع فيفيد الطير ما يضربه خلطة مسوي له كوكتيل كوكتيل أنا أقول لك طبعا عندنا البناء هذا للشوبة ناخذ غرف وينحط نقول هذا وين اللي نحطه ونيل يقص من الفاصلة إلى البيسون بس تعرف شو الطريقة البيسون تحاول قلب شو شلون يتعبى شو شلون يتعبى مثلا ما تاخذ ايدك ولا غيره تفضل نحط طريقة سهلة هذه هذا طلع شيء دعاية حق المحلات بتبيع هم يبيعون احنا اقول هم يبيعون احنا يسوون هاي طلعوا دعاية زي يعطونا عمولة اذا خلينا ننزل تحت هذا بودر هذا بودر الماني جدا ممتاز ينحط حق الصباح ينحط حق بالطير نفسه بالجنان تقدر تحط ويا ماي ترش يعني عادي عادي وغير الله يسلمك احنا نتبرك هذا مال فرس اللاقي الوزان هذا نوع حق رش لمات مو طير مباشرة هذا اسباني هذا للطير هم جدا ممتاز ممتاز هذه كلها انواع طلع على الجو نمس صيدلية متواضعة صغيرة هني نشوفها صايد في هذا أفضل موجود لا 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 شوف بالعربي ما مكتوب لاحظ حين وردت ياب العربي مكتوب جميع النماذج ضمنها عربي. واضح. واضح. 25 كيلو 10 دنانير بس. أنا أبيعه. عفوا ألف نزل. مبين. باللغة العربية مكتوب. جمارك باللغة العربية. حاطط شرم مكوناتها كلها شو اللي داخله في قنبس
بيدرج وبنوش وجمبوز فيه بس غريب. سجل ايش بايضه ايش ايش فرخت متى انعزل الفروخ متى انعزلهم يعني هذا سجل يوم هذا نوع ينتهي مبطله قاعد يحط واحد لابس ولا هو واقف هذا كله شغل وارد لبنان بس شغل ايطالي معاي حسن فتحات لي تبيه هذا غير هذا انا قاعد اسوي فيديو شغل باتكس وصام شغل شغل يعني هذا قاعد اسوي فيديو للشوفه ناخذ غرف
نقول هذا وين اللي يقص من الفاصل الى فيصل بس تعرف شوف شو الطريقه فيصل تحاول قلب شوف شلون تعبه شوف شلون تعبه من غير ما تاخذ ايدك ولا غيره تفضل لاحظت طريقه سهله انا قبلتي ترى هذي كانوا مركونين بس حطيتهم كشكل يعني يبيهم كان تنظيف بس ما طريقة هذي كذي نشوف كيف صار كل كفاصة ترى دار عليها شيء رشة رشة البرفة يقول الأربعة الخشب يعني مو كثيرة زين تعال فر لي هذا الحليب الستاند كله هذا مو ما قلت لك هو خوش ستان اي مو منه بس نقطع هذا ستان قديم صيني قديم بدي اثبت على شطره اللي على الفاصل ايوه انا قاعد اقول قصص لما الشيء ما يكون مثبت هم يبينا نركب تعال ركب بس مو طريقه صحيحه تبي اقوى بهذه الطريقه نثبت من ورا نظافه حق نظافه عندنا مكاسه اللي نخم ما بين القفص بين الاطراف بس طريقه العش تشوف شلون مركبها هذه تونا نستخدمها اللي هي اللكه اسحب لي فره واسحب الصينيه شو اسمها؟ الصينيه اي سنه اي سنه ايش لحظه؟ لا ما علي ما علي ما علي خلي فيها وسط وانا قاعد اصور هذا ايوه ورقه لا خلص لا تيزن 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 تمام ولا حطها مرة ثانية حطها مكانها طريقة أسهل حتى الطريقة بس مساء المفروض قاعدة تشوفهم حتى الشطر لاحظ وهم قاعد يعدلهم كلهم قاعد يطالعون ينافسون لاحظ عبالهم يتجاوزون هذا اللي يسمونه بندوق ياسمين يطلع يلعب الصافه فيصل
بهاوش هذا واحد واحد من المجموعة كل المجموعة اللي عندنا يفتح الصبح وين راح لا يقول لي يطالي ياخذ يموت حرام.